طمنا على الوضع الآن في الكاميرون. بعثة منتخبنا الوطني أبلغت إنها هتوصل إمتى إن شاء الله، عشان في تضارب شوية هنا، في كلام إنه يوم الجمعة، في كلام إنه يوم السبت، ده من داخل اتحاد الكرة الجديد نفسهم، يا الجمعة يا السبت. فأكيد حضرتك عندك المعلومة الأكيدة والنهائية عن وصول بعثتنا إلى الكاميرون. الحقيقة أنا طبعا يعني من امبارح وفي لغط كثير بيدور حوالين تأجيل وصول المنتخب إلى يوم السبت بدلا من يوم الجمعة كما كان مفترض. أنا حتى اوريدي حجزت وحكون موجود من يوم الجمعة صباحا في شرف استقبال المنتخب الوطني كما كان مزمعا، ولكن الحقيقة امبارح أنا تواصلت مع الجانب الكاميروني اللي أكد لي إن هو ما فيش حاجة أو ما فيش ما يمنع، لأن الكلام كان امبارح على إن المطار لن يكون مستعدا لاستقبال طائرة مصر للطيران قبل لتقل المنتخب الوطني قبل يوم السبت، ويوم الجمعة مش هيكون مناسب. فأنا كنت يهمني أتأكد من النقطة دي من هذا الموضوع. النهارده تواصلت الحقيقة، أو بمعنى أصح تواصل معايا الكابتن وائل جمعة اللي أكد لي إن هيحصل تغيير، وإن ده بناء على رؤية الجهاز الفني. وطبعا نتفهم جميعا، لأن لما حضرتك طالما ما فيش ماتشات ودية من المنتظر إقامتها قبل مباراة نيجيريا يوم 11، يبقى قد يكون من الأفضل إن الفريق يظل يتدرب في مصر حتى آخر دقيقة قبل الوصول إلى الذروة في الكاميرون. وبالتالي فمن هنا جاءت الرؤية بتاعة المنتخب الوطني لتأجيل القدوم بدلا من الجمعة إلى يوم السبت، وتم الاتصال بالفعل بالسلطات المعنية في مصر للطيران والطيران المدني للترتيب. وأنا لما بلغت برضو بلغت الأجهزة كلها الكاميرونية عشان يتم تأجيل المراسم الاستقبال اللي كانت هتتم للمنتخب بدلا من يوم الجمعة إلى يوم السبت إن شاء الله. طيب. فنقدر نؤكد للجماهير إن المنتخب هيوصل الكاميرون يوم السبت إن شاء الله بحدود الساعة 7 أو 8 مساء بإذن الله. عندي أسئلة كتير لحضرتك، بس بالنسبة لي أهم سؤال بعد السؤال الأول هو الوضع بالنسبة لكورونا في الكاميرون حاليا، الوضع بالنسبة للإجراءات الاحترازية عاملة ازاي؟ دي حاجات نحب نطمن بيها على منتخبنا وبعثتنا بإذن الله في الكاميرون خلال هذه الفترة. الحقيقة يعني موضوع الإجراءات الاحترازية والوضع في الكاميرون، خلينا أول نتكلم عن الأوضاع فيما يتعلق بجائحة كورونا في الكاميرون. الحقيقة ده كان مسار انتقاد وربما يعني تندر المسؤولين الكاميرونيين عندما أثير هذا الموضوع. زي ما كلنا متذكرين أن أول من أثار هذا الموضوع هو اتحادات الأندية الأوروبية اللي كانت قلقة من إرسال لاعبيها من دول الوصول الأفريقية للمشاركة في البطولة في الكاميرون، تخوفا من أن هم يرجعوا بأمراض وما إلى ذلك من نتيجة جائحة الكورونا. وقع الأمر أن الأرقام في الكاميرون وكثير من الدول الافريقيه الحقيقه متدنيه للغايه، وبالتالي كان الراي دايما اللي بيتقال او وجهه النظر بتقال هو المفروض مين يخاف من مين؟ يعني هل الافارقه هم اللي يخشوا الجانب الاوروبي او العكس؟ لان النهارده الارقام اللي بنسمعها في اوروبا ارقام مخيفه، دول كثيره بتقفل حدودها امام بعض الدول الاوروبيه الاخرى واخرى في طريقها للاغلاق وما الى ذلك. يعني الخوف كله موجود في اوروبا وليس موجود في منطقة وسط أفريقيا على الأقل، لأن طبعا الجنوب الأفريقي احنا عارفين أنه أول من ظهر فيه الأوميكرون المتحول الأخير. ولكن احنا بنتكلم النهاردة على أن واقع الأمر أن الكاميرون الأرقام فيها أرقام متواضعة وأرقام في الإطار الطبيعي زي كل الدول الطبيعية في العالم، وبالتالي فما فيش مجال للتخوف. فهذا كان جزء يمكن من الضغط اللي تم، لكن واقع الامر ان شاء الله ان احنا ما عندناش هذه الارقام المخيفه او المقلقه، وفي نفس الوقت لن يسمح زي ما سبق ووضح الاتحاد اللجنه المنظمه والاتحاد الكاميروني المشرف على تنظيم البطوله ان لن يسمح بدخول اي مواطن او اجنبي الى الملاعب ما لم يكن قد حصل على جرعتين التطعيم، بالاضافه الى تحليل بي سي ار حديث لا تزيد مدته عن 72 ساعه او تحليل اجسام مضاده لا تزيد مدته عن 24 ساعه. يعني عشان نخش الاستاد لابد ان يكون معنا الاثنين مع بعض، تطعيم بالاضافه للبي سي ار، والا لن يسمح بدخول المواطنين او الجماهير الى الملاعب. وانا عشان كده واخد شهاده التطعيم بتاعتي طبعا، وان شاء الله عشان اتمكن من الحضور و...
المشاهده. وعلى فكره بالمناسبه احب اطمن الجماهير عشان اللي هيحب يجي ويحضر الكاميرون الحقيقه قررت منذ البدايه مجانيه كافه التحاليل اللي بتتعمل في اطار الكورونا، سواء تحليل البي سي ار او الاجسام المضاده، هي تحاليل مجانيه من اول يوم. عظيم. حتى لا يكون يعني سعر التحليل المرتفع عائق امام من يشك في مرضه انه يحلل وبالتالي يقوم بعدوى الاخرين. وعلشان كده هي التحاليل مجانيه من اول يوم، ومش بس للكاميرونيين والاجانب والمقيمين والمسافرين. يعني انا وانا مسافر بحتاج تحليل PCR عشان اقدر اركب الطياره، بيتعمل لي مجانا انا او غيري يعني.